تعبنا من مشاهد القتل والعنف المستفحل في مجتمعنا. في الفترة الأخيرة سقطت ضحايا كتير بأبشع الطرق، ضحايا عنف وضحايا عدم توعية صح، وضحايا ضغوطات نفسية وعلى ما يعرف بقتل على خلفية شرف العائلة، وقتل على أتفه الأسباب، ضحايا عشان لقمة العيش، وضحايا كراهية، وضحايا فراغ داخل عم بقتلنا وعم بخلينا ننسى ليش احنا موجودين في هذا العالم، وننسى انه الهدف الرئيسي وراء تسميتنا كمجتمع انه نحقق رابط ثقافي اجتماعي انساني بيخدم كل فرد فينا وبيخدم احتياجاتنا ومصالحنا الانسانية. شو السبب؟ احنا بدنا نعيش بكرامة وبفرح في عالم يلي بيسمح لنا نحقق احلامنا وطموحنا واهدافنا ونساعد بعضنا ونحب بعضنا مش نكره ونقتل. بدنا نبني مؤسسات ومدارس ونأسس عائلات متماسكة، بدنا ننمى كمجتمع صحي وحضاري باحترام، والأرض غنية وبتكفينا كلنا، بس إحنا ضيعنا الطريق، لأنه حب التملك والسيطرة والسلطة والتحكم والتميز والطمع والجشع عند كتار دفعنا للتخطيط عشان يضلن مسيطرين علينا، حددولنا كيف نفكر كيف نحس. إحنا ملعوب فينا، خلونا مجتمع مبرمج بالطبقية، مجتمع فارغ وضايع مش عارف لوين رايح، بطلنا نفكر ابعد من نقطة العيش. الاشي اللي دفعنا نتخلى عن احلامنا ودفعنا لفراغ داخلي وخلى اغلبيتنا يفقدوا قيمة الحياة، وعلى اتفه الاسباب بتصير الجريمة. مناهج دراسية بتبرمجنا بالطريقة اللي بتعجبهم، ببرمجولنا عقلنا من خلال شاشات التلفزيون بقنوات وافكار واخبار مغلوطة مفخخة، بتلعبوا في الادوية والغذاء والمياه والاسعار دائما بارتفاع، كل هذا بقدر ضغوطات نفسية يومية غير اللعبة السياسية الوسخة وكذب أثرت الشخصيات اللي فيها. يلي عم بيلعبوا فينا شطرنج، أقنعة كاذب وسياسات فرق تصد وصراع الهوية يلي عنا، وعم يفخخوا مجتمعنا بأسلحة غير مرخصة وممنوعات، وبيعمل حاجة مش شايفين، بزرعوا فينا كراهية لاختلافاتنا الدينية والعائلية، بحقنونا بأفكار معقدة وآلاف الأشياء الأخرى، كلها بتسبب أمراض نفسية وفي الأغلب بتصيب كل واحد فينا. انحكونا وتعبونا. لكل شخص عم بسمعني بدي اقول، بديش اياك تسلم حالك للظروف، بديش اياك تسلم حالك للظروف، بديش اياك يسيطروا عليك ويتحكموا فيك ويقولك كيف تفكر وكيف تحس وكيف تعيش، بديش اياك تنجر، بديك تكون واعي وتفهم وتدرك وما تكونش سلعة. انت مش قالي برمجوك بالطريقة يلي بدهن اياها. حرر عقلك من قلب الآلي ومن فكر الآلي، حرر عقلك من قوة تأثيرهم عليك. انت انسان من لحم ودم، انت بتكرهش، انت بتملك مشاعر حب وسلام وتسامح، انت مش واحد، انت مجموعة، انت مجتمع، انت بشرية والقوة في الأكثرية. خليش كل الضغوطات النفسية والسياسية تأثر عليك، خليش كل الضغوطات النفسية والسياسية تأثر عليك وتحطمك وتخليك تفقد قيمة الحياة. حتى رغم كل الصعوبات ركز على إيجابيات وابني طموح وأحلام. أنت مش مجرد آلي، تحرر من البرمجة ومن أول الأشخاص اللي عم بصرخوا بكل اللي عم بصير. قول بكفي للعنف من خلال سعيك للتغيير الحقيقي بصرختك وبكل الأسباب من أصغرها لأكبرها. إحنا نقدر نبني عالم أفضل بوعينا، نقدر نبني عالم أفضل بوعينا. منقول للناس اللي فوق، الديمقراطية مش انك تخلينا نعبر عن رأينا بحرية، الديمقراطية نتحرر من برمجتك لإلنا وللإنسانية، وساعتها نمحي كلمة عنف من قاموسنا، نمحي كلمة عنف من قاموسنا.